بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد إلهي ومحمد سبحانه وتعالى محاضرة للباب شيخ إني أستاذ كيمي إلهي عبد الغري شيخ مصطفى أيانت أنا للجوبي أيان نوت جيدين دونا إلهي أنا أبوان فعصينا الله كأقبله ما كسير قصور وين أي وقت يراك قاطر على هذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الدرس اللي ويدي رنتي معها درسي مساجد عمتها ولذلك وقت تقيها يعني الدرس بصاب سن يثيسا بلي ويدي أمي الحاد هل كان معك يبقى لي رفع بالله أما ضدك يبلتا سيقى بسني سيكا ومغطا هذي دلي يرج التوبة هن مسجد فرقان لاستر شان لك تروس كحيق وموضوعك ورمي قلي سادر هذي مرة بينك وعليو ما دابا ضدك حنوك قوي ماشي تشوفي مساجد كنا وقوق مرين ما لك هو ورمي waxaan oran karaa waxa weeyaan kalimaad kooban ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay kitaabana anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab quraanka ilaahay markuu warramay subhanahu wa ta'ala fi surati as-saad surat makkiya wanti makka la joogay dawladi jirin ee muslimiinta laga xoog badnaa ayaa ilaahay quraan soo dejiyey وقال الحكم بهذه الآيات إليه وعليه كتاب أنزلناه إليك مبارك قرآن هو كتاب أن كبس ودك النبي إلهي إليه سبحانه وتعالى وكتاب إلهي سودك يكس فيه مبارك بلي من بركة سنة فيه بركة في كل شيء نرش وحك أسطاي أبا أنت هاي إني سيكو بركو بسه كتب إلهي وحليه وحلسه دجي ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ليدبروا آياته إن القرآن كاسي أفير في الصدان أمد يمودان آياته قرآن كآيات إيسا في اللغة العربية كلمة التدبر أصبح من الدبر وهو الظهر نرك علينا هذا قبل يدبر وينك شيئنا أما قرآن قواتين بدن قصار رطي معنا هاسي أفرطن يا أفرع يدون كل دلوب قصار رطي أريك وحبت المام يا قفكو مركا ورابا إنه وحسي في عم وقرطن يعني شيء قوي إنه دول بيس كتابة إنت كسوة جيدو قرآن هدا دركتي شيء قولي مرام بديسية مقاسي ديسية تنتي لقال حماد وضارك مركا تسي إلا قداشي سيارك تدو حويان أحط به علما إلى حد ما وحد سلطة إلى إذا فهمت وأنا ألفاظ ما إلى يضع قرى أخر لنا مقاصد هي معناها يحن باصنتها إلى سلطة إلى إذا فهمت إلى يقول يا قرى كوحا نسود الشيء مركا للتدبر وقرى مركا يسان وحانا نسود الشيء للتدبر إنه قصر مالي أهان أصلا وحن نبوب بضان لعدم التدبر إننا نوفر سنين لكن ودي أهان هي بركة أهان بين وآخرنا إنه قفر رنتين وبو آخرنا قفر بوكين وبو آخرنا ماشي إنه بركة يخير كرنا بين وبو آخرنا قفر مسلم كاه مساكس كصوغة لآخرستا ما هذا آخر سنة سوا هذا آخر سنة سينا بركة أجر كهشي فعلا أجر كوجرة والنبي محمد عليه السلام وقت الإمام يا قرآن ما قفك يا أخرية حرف حرف كستابة وهذا ذي حسن والحسنة بعشر أمثالها ولذلك علماء واحدة سورة القرآن كبير إنا أعطيناك الكوثر وهي قلت الإمام ولبي أفرتك حرف نعطينا داد أخر دولة بي أفرطاً حسنون من طبرة وأفرق أولي لغات ولماذا القرآن حفيزة رسالة وأكثر من
300 ألف حرف بين هذا وحكم ذي صدح بغلاكم صدح بغلاكم هذي طبعا وقول فتو وصدح مليون وهو 3 مليون حسنا بعض هالشيء مركات مصحف كآخر ليش كمدي درتها إنه يهي أجر إنه يهي حسنا إنه يهي مبارك من بركة يسد لكن إلهي وحلي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب وكتاب بركة يسد ما سودة جيبه إلهي لكن محمد سودة جيبه إلهي لي ليدبروا آياته هنا آيات كيسة أفي الصلاة كفي الصلاة مع الله صلى الله عليه وسلم وحى الله ربا إلى طول الصلاة في السكو مكة ما في الفيلم وشيء وطول بكاك وحلينا ليه هو الركتة والضيمودة وفيرية وآدة وهوية قرآن كان آيات كيسة حلوة في رنية آيات نوع آيات مكية أفرى يضب قرآن كهصار ولا تدبر كيسة كورمية لبوا مكي أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون في سورة المؤمنين وآيات كلام مكية قرآن كان ميانا يفشر سنين موحانا بياشو دانا يارك بياركي ما الرسول قد يقرن ويبي لإلي هو ينكريا بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون لم يقرن ويبي لإلي رسولك النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقول شيء بالله رسول كسية إنه معجزات ليم إنه بينات حق لك ليم تسمح لك رموا أي ما هم إلى هيلي وهم حي على الله حق القرآن كليم وأكثرهم للحق كارهون بإلى هيلي أنتوا تقدر أنا حق أنا قريب حق جديدي لا بد أنا أيضا لا بد أنا مكية لا بد أنا مدنية ينكرها مسألة كورمية في سورة النساء إلهي وحليه سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن قرآن كبير كتشي سنة ينبي لهي ليوفر سمايا قرآن كبير ميامي هو كتشي سنة ولا يتدبرون ما في فيرنا يا نمال ديمون يا إلهي وحليه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ورقوا على وش عبادة المامية ومضي هوري أنبيضوا بحيوتين رسالة هي معجزة بينة كان بحسن بينات بيوتين عطينا يلي رسولي مثلا نبي موسى قلبة لسوسية نبي صالح هل بعد حضرة صالح يوحي الله ومعجزة وبينة رسول الله يسعى دينسا وحكو لو كتاب موسى التوراة بينات نبي محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هاي بينات رب الأمسية هذا البينة ده هو حروقنا لسي هو كتاب القرآن كتاب القرآن والله وشي مروح هو أيام رسولك الرسول لما يسعى دينه هو معجزته والنبي محمد معجزته ورسول نمدي سوحي عديني مرنا ورسالتي وفرنتي إلهي اللي سفري اللي شيري إذا إلهي قرآن كم بقولي قرآن كم يعني إيجب إلهي لي ولو كان من عند غير الله إلهي عد أنا هين هدو كي ما دو لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وحكاية حيري لهاي إسبرين بدن إيه إسبرين بدن إيه إسكهرمات بدن هو سيوه الرحلية آيات القرآن لوحيك المام إسابين وراكها نظريات علمية مانتها جامعاتها لدكتور وحيك روحي لهدان فلسيفيكيشن تست نكا سكواق وإيه عنو سايسيه عنو بيبا عدى البيبا قرح وراك علمية قرح وحي دونتها كورانتو وراك علمية مركو قرح وحالا ويديين وكفافيين ما لها علم غير يقانا كدب حب لا من نقضي إن لبريو للدنيو ووراق دا عيبه هذا خورا دا كليره كورانتو هدا يسوغانتو مكاسيو لبريو كيلو هايو
oo ay awood u waayaan ama ra'yiga uu soo jeediyey ninka aqoon-yahanka ee culimmada kale ee aqoon-yahanada dunida ku firirsani ay naqdin kari waayaan. Waxaa la dhahaa falsification task way ka gudubtay, it's theory marka, waa nadariya fi hada albaab cilmiya oo la aqbalayo, waayo waxay martay waa la isku dayin tanaaqud iyo godaloolo laga raadiyo. Marka godaloolo waa loo waayo, haddii godaloolo laga waayo macnaheedu waxa weeyaan ra'yi la aqbalayo cinda alculama. ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaanah watacaala qur-aanka mufirsada walow kaana min cindi gayri illah, ilaahay cid aan ahayn hadduu ka iman lahaa qur-aankani lawajaduu fiihi ikhtilaafan kahiira, isbaraanbarin badan, isdumin badan bay ka heli lahaayeen. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognay fi taariikh macruufa inaan waxna qori jirin waxna akhri jirin. Biniaadamku qofka aan waxna qorin waxna akhrinin waxay u yaqaaneen qof aan wax baranin, caqligiisa mooyaanaan caqli kale urursanin, aan tacliim gelin. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam waa waxna qorin waxna qorin waxna qorin waxna akhrinin, ma suurta gal aha inuu la yimaado kitaab. Marka koowaad, qof aan waxna qorin waxna akhrinin ayaa buug qoray inaad aqbalaysa. Waa mar labaad, buugga cajabtiisa, haddii waxaa dunida maanta culamo joogta nin waliba buug buu qoraa ama laba saddex, laakiin wuxuu qoraa fiildka uu takhasuska u leeyahay. Ma jiro caalim mawsuuciyo fi kulli lfunuun wax ka qoraa, ee caalim kasta oo wax bartay wuxuu qoraa ixda takhasusaat ama takhasus takhasusaatkiisa ka mid a oo weliba aan loo sallimin wuxuu wada qoro markaa. Ama biology waxaa laga yaaba biology daraf yaroo kasii mida inuu qoraa, ama chemistry dacl yaroo ka mid a, physics in yaroo ka mid a, taariikh wax ka mid a, ama nin kasta oo takhasuskiisa, kii dhaqaali dhaqaal uu ka qora laakiin low kama warramo, kii politics iyo politics uu ka qora laakiin sciences kama warramo, ka waran kitaab mawsuuca oo dhammaantood ka warramaya. Kitaab ka warramaya taariikhdii reer nebi aadama hore oo saxiixa wax allaaliya wuxuu sheegay taariikhyahaanay sugan tahay, kitaab tanabu'aya oo waxa dhici doona mustaqbalka ka warramaya, iyo dunida tani say noqon doonto iyo inay baabi'i doonto iyo aakhiro iyo in lasu soo bixin doono iyo janniya qaar ka warramaya, kitaab ka warramaya muslimiinta kitaabka qaatay mustaqbalkooda wuxuu noqon doono inay guulaysan doonaan xoogaysan doonaan saa noqon doonaan, kitaab ka warramaya mucaanidiintii ka hortimay iyo say ku dambayn doonaan, kitaab ka warramaya dhaqaale ummadda muslimka iyo dhaqaalaha say u samaynayso iyo usuusha dhaqaale. Maanta waa ogtiino jaamacaadka reer galbeed baa waxaa lagu dhigan waxaa islamic economics bay dhaha, islamic economics wax kale maa, waa warkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aanku ka warramay 1400 sannadood ayaa maanta la leeyahay. Recessionkii dunida ka dhacay all other bankis kamay badbaadin ilaa iyo kuwii islamic bankinka unbaa ka badbaaday baa lagutilmaama. Yani 400 sano qof jooga waxna qorin waxna akhrinin baa dhaqaale ka warramay, kitaab ka warramaya qaanuun. ixda alkhubaraa alqaanuuniyiin yurub u dhashay baa wuxuu leeyahay ma suurta gala inaynu gaadhno ama ku dhowaano buu leeyahy qur-aanku qaanuunka uu sheegayo. Qaanuun buu ka warramaya nololeed, kitaab ka warramaya caqaa'id iyo bini aadamka iyo wuxuu rumaystay iyo dunida tan iyo xaggay ka timi iyo ilaaha abuurtay iyo siday sifaadka uu leeyahay. Kitaab ka warramaya akhlaaqiyaad values, maxaa dhaqan ah, maxaa bini aadamka value la rabaa inuu ilaaliyo, cadaalad, dhulmi, run, cafis, ka warramaya akhlaaqiyaad oo dhan. Kitaab ka warramaya ayi fannin nolosha qofka bini aadamki uu u baahan yahay, wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaau waraxmatu, ilahay wuxuu leha qur-aan baanu soo dejina qur-aan kaasoo shifaa ah. Shifaa wuxuu ka yihi shifaa min kulli shay xanuun oo bini aadam ku dhaca, xanuunka jidhka oo qudhanka ugu warramayno waxaynu ka warramaynaa xanuunada bulsho oo dhan, xanuunada caqaa'idda ku dhaco oo dhan, xanuunada qofka bini aadamka lumiyo oo dhan. Waxaa lagu tilmaamayo inuu shifaa u yahay insaanka dhammaantii naxariis iyo hanuunna inuu yihi walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara baadayn, hudan iyo raxma wuxuu u yahay inta muuminka daalimkana uma kordhinayo khasaare waxaan ahay. haddaba hadduu kitaabku ka warramo fi kulli lashya,
بلا هو حكاو رمي دقال بابا سليمتو قلية دقال كمركة قلان مكنونات القلوب دقو ديمر ودقال لما يردكتو هاي ستو عدو حبيكو فكريس إلهي سحابة إلهي محمد كو رمي عليه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قال حول الدنيا يبوجهي يقال آخر الدنيا قال على قول رمي أي وحي كفكرين يسيروا فكرين مرافقين على قول رمي أي وحي حبيب كيله إداء يمكن أن يهضى كل الله وحي مشاكايا عد بيني سينا ما شفته عد لأنه وصل أماننا نوراني أما ماننا نحين ما شفته لأنه قرر بمكنونات النفوس ضدكو يا هبين كي وحي سقو شاكايا نفتود وحي سقو شاكايا يا ربي قول رمي وقران قول رمي دريد أيام حاد عيدونا آخرة هي الجنة هي النار هي الصراط هي حساب هي القيامة وأقرأك ورمي الإشارات الكونية ما أنت واحد عيد هذا حوالي 1000 آية ورمي وليحكم لو ما قل يدور يصدنا هذا إن كل آية دون كل دوبة إشارات كونية علامات كونية اتجاها هي ضيحة هي دركا هي درتا هي ضدكا هي حولها هي بارتا يوحك ورا إشارات علمية إليه سبحانه وتعالى وتلمامي حوالي 1000 آية من الكتاب وما تبين هذا هو مركو حرم ربع وقرآن هنتو تبنون وقرآن يلي أوي وقرآن كيف قرآن سوتا بسلاة السلاة الصعب مركو رسيدا لو ما فهم سنين مثلا إلى قرآن كورك قول رمي يخلقكم في بطهر إن علوش هو يوي كان لينو أموري في ظلمات الثلاثة بقرآن كليه سدح مجدو أقرها سيا إنه مجدو أبوك بن آدم كفايدة ولا يقول ملكان وحن لو قال سوي سيئتي مثلا نبقى وحتى هذا الشرع على اسم السين شرع الله وحن نقول رئيس الوزارة هل جوابتك سويسة وراء دار رئيس الوزارة هكتم مصلحة دادك وحرمتها وحد وآخر إيسا كومك كستومير كنت علينا تفهمته هميش الله أقوله ويدمك هكا حنا هذا وقف كرب القرآن كأنه فهمه وجوه الرين وينو قرطا ورياك ولا حظ ليه وهذا الكأي وين تاني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بيلي هذه القرآن كان بورك سود تشين الهابة إلهي لي وخشوع له وبربر له إلهي وحتى المامي القرآن كهدان وقلت لك لي لهي إن بورها لقو قويو أما قوار دنتي لقاها هذا السيو إيا وحي لما دا أما لقو سعود سيو إهي لكان وإيه لكاري لها قرآن كعين كأسي أمركا رميسان تحي يات رميسان تي رب السماوات والأرض هذا الكيسيون إياهي يات رميسان تي وحكو قرنين علمي كفتن إياه وارك لينا مهين إلهي بقرآن كوحولية أنزله بعلمه إلهي وحتى المام يا قرآن كوحكو سودتي بعلمه أقول وحسودتي بلده الذي يعلم السر في السماوات والأرض أدون كان عرئي أن الكون كان سرتيسة يبرتيسة اللي هي أقابة سودتي بإلهينا ليه سبحانه وتعالى إلهي وحينا ليه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وحنو إلهي أبوري ميات بشك وكم دي ميانو قرنينين إلهي وهو اللطيف الخبير ما أنت هتلقوا إلى هذا أخطر دي ودموك حانوره ألقوا إلى هذا وحلقوك إلي سبيشاليس كدوني دوقوين ننك الدوري دو قدم بيصور لها مركاتو تكتم حال ياليس هل تكساد قوه ده دقاه وحكوش يا سلسف يعني وهي واحد القويري أقولت ابن آدم هو نيكي كوكا بكبوتي وانا كان لك كتب الرفان هدو كويد هدو درقا دي قسيو قاردي نفتادو هاليس بيكو چرتا ليتال انك سررت القصارة يا شيفسو مركاتو نفتو كابا حيسا وستورة حيسا وصببتو امحي أنا وأنا أقول هذا والله سكرات بات في حلقة بنات أنا ما واسكلمني لكن إن كامر كويد هذا هو سكرات بات شيء في صوت شيء في سنة وايو وحد كنت هنسنت يا قانتي بن آدم كأنه
دماغ زي ما ممكن تشوفه هل كي يودن بيسي أقوم بنا كالسوني دا ساوى حي كامتي وركي سيناد محي ودك راه رعصه كورا مركا الولادة وإلهي الدوني دا أفوري إيا عركا إيا سمدا إيا أدقا إيا بشركا إيا خلقيقا إيا بروفيسر رضا إيا فلسفر رضا إيا وحنا دي أكتاد كوين أردن هذا الكيسي ويهيان كالسونيك وقالي ساهند هداية دا ديك الرادس إن هذا أركتا إساقوينو يحي وليتس فهرشن بالغولي رب السماوات والأرض وسود دكية وحقاها نسيا كالسوني حلوش بن آدم وباهي ولا مني هلق مجرته وحب بن آدم وحل وباهي صحابة النبي ذي يدد كان ما أنت محاول حيا أنت صور حيسا وحي رمي سنين يقو كتاب كان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كركو أكو أخرنا إياه إنه يهي فرشة كي وجود بي ريفيليشن إلهي حق سكي ما دلو وحيو دي إنه يهي ورئي يقدم توضك والرمي الحسن من العلي بوح إليه وحنا نقول رمي سنة كتاب كان رسائل من رب العالمين إنه وراقه رب السماوات والأرض وما صادرين هذا رمي سنة وراق إلهي صادرين وأديك وكو صادري دتك برضه بمرك القرآن كآخرين يوحي كيف كنا أبي بكر يا أبي جهل يا من بايس إليه كحرة مرتي مركا كتابك أبو تراثه نقول يا هذا وحن نقول يا فولك لارك دتك هراء يا نغمضي هراء هذا كيف كريسو إلهي مركو لي يا أيها الذين آمنوا هذا رد أفير سنين وأنا تقرنين كان مؤمن كل شيء يا وعدك وهي القرآن دبوس ودك يا مشرو يا أيها الذين آمنوا إلهي وحقوا لحظة إلا قيامها قفك مؤمن كيمن يا إلا هذا كوي مركا تشوغا قرما كوي مركا تشوغي إلا قفك قيامها إيمان يا إلهي كولي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كوي إلهي رسول بالرمي وحبها كره رمرنا إلهي رسولك إي ويدي وحكس ضيقة يا هو حيدي إلى أهدانه قلنا قبالة المامية قرانك عين كاسا هدات ربط إلى دخل دمرك إلى يوحد المامية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه وحنا تلمان قرانك نينو يهي مد كوى مؤمنين تمرك أخرنا يان شنو دعوضا قمن بعيوضا وإذا تتلى عليهم آياتنا آيات إلهي مركا لغو أخر يبا لدي مداتان يجو صم وعمياننا يجو سكدقيين لا ما داتان يجو فهمي او افير سنه وي داتا با اله الله سبحانه وتعالى قفك مؤمن كي مركز القران كما قو مقلو يتاثر به ورادينيه رادين قول ما هي قران كما قو مقلو و تاين تيبل كي سي يوميها افكارتي سي وحي او باهنا بو كقادني وحي كو دقمي ما حد ما انت سميسا تاين تيبل كا غاديغيسي وهي قران سيدا وقال إلهي وحليه سبحانه وتعالى قال هذا النبي محمد لك شوكت وحاكا القرآن كان ينددك الرادينيه ده إلهي باب القرآن كيسا كلي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد انت القرآن كآيات لك صور ما لدي إن في ذلك أرن كاسبة إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هنون يوحق قادشا وقصبا عد قلب له لينذر من كان قلب حي يمد له قف النار صوت هذا وربي وحفايده لمن كان له قلب أو ألقى السمع بيلهيره وهدك تهار عينيا قريشي وحيد هذين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون بيلهي قرآن كهدق يسنيها ee marka aragtaan isaga nabi maxamed akhrinaya ku buuqa oo marka la isfahmo way dadku iska kala dareeri doonaan iyaga polosiga oo ka soo wa polosiga midiyo ila maanta ku shaqeeyo maalin bashay yar bay qaftan buuq bay ka furan dunida oo dhan ilay ka dhaadhiciyana dunida baa sidaa soo gubanaysa waxa ay sheegay wayo binaadam gaadi warka loogu celceliyo marka dambe rumbooda waa warkii koblas miya lorenjin وزير كي دعاية ده هيتلاب يوحو لها ميريا قاعدة ده نساقا كينا ميريا واركا كوعي العلي فرم الله قاعدان يا ميري شاقا ونشرم الواق قول استي واق قول استي واق قول استي ده تكوين قول استي نفو ما يسانيه
إذن قريش وحيلة دي ولغوا فيه لعلكم تغلبون قوقايلية وحمدنتين إلهينا محين ليه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قرآن كهدي الأخر يبا إلهي لجيست أو آموصا حا آموصا اللي ما لجيست اللي داري بنا يدم كو إنت بغن هذا الكي يدكت مرمى وضا شقايا والله آموصا سيد وحفهمتي والله هذا تبتن ولا ولي سنية لكن هدي قف ولي وانا هذا هدي قف كم دفتر هدي سنة هذا شو اللي بدي نبغى هذا الوضع ليش فهم ميسان بنادم هو الربان يصير في عم وحفه ما وين عم صح إلهي مركه حين ليه سبحانه وتعالى أنت بدنا اللي بدنا ويسكو حري سيدا وجد بقى أنت بدنا دتكر نقبلها أنت بدنا وكم بدوام حي عرفنا نوابيلا يعني دتكر نقبلها ما حد لنا ما قرني ما نقول نقبله إلهي وحنا ليه القرآن كده جيست وآموصا مكان مغشاري يضل آخره سيعرف فهم تانوية ولذلك أيها الحبة إلهي منافقين بكو عيبية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قال اللهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إننا نوحى لين ويري كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب حنوبة أن المركة مصحفكم أما كتابك القرآن سيدين وآخرين يا سيدين وآرقنين يسبدش وهدائن ربنا إن القرآن كان وحكا فائدنا قراضي سنوحا اللي نوتش علي سيئة لأنه قلت المامي أجر بدن بلغيها ليا سينو حبيل غيا لأنه إنا كدركين نبي محمد عليه الصلاة والسلام حليه يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تلقي القرآن كواكه جروده بوله إلهي هجر القرآن إما إن القراءة سكه جروته إما إن العمل سكه جروته إما إن التحكيم سكه جروته إما إن تفهم سكه جروته وحبوه هجرة لكن هو هجرات كلا نوعة تدك بعد آخر سكي سبوا كدر خير ما بآخريا ما لو آخرين يرن ما ديجستان تنا كماله وحش عليه سيعرف متى سنة خلاص العمد تكتب كوي يرير أي الله ربنا أي بالعامة أي بعدها آخر استع تتكبر وي أخريا لكن لا يفهموا مرة بالين يفهمان ما أنت إنا تفهمت إنجليز كواتي بعد سوما تتكون تانو إنجليز كي من المسافر إنجليزي يتغني وحير لكن في إنجليزي محل أبرت هنقولي كي ما كوحل ماي شغلتك ما يسيد له الولاد ده أنا ده يعني وكان نوع اللي بكورس بس هو قال كورس كيس مانتي سنة إن مانتي سأل لك قالي سي لا برتا في إنجليزي ولا حوك سكتي خلا وما إلهي كتاب كيس أم مضنين لا كورس عربي قال حتى هذا يبغى طين عربي لا برتا يعني إلهي كتاب كيس وكاب مضنين سكيس مانتي لغة العربية قال توحي كان سامي سهلة فهمي كرتو هم يتكلم مانت كتاب القرآن أففك وهو بدني دوني ده الله هذا يسقى شرحا أو قرآن بقو قرية والله شرحي وقو قرية ما اللي هلا يسقى دقيسية أنت عارف ترى القرآن فهمت ما أنت هذا ده في الإنجليزي كلام يسوي تفسيره في الإنجليزي يبدا في الإنجليزي كنت بوبان أوريو يلا بدا بوتهليس هذا ده في الصومالي كلام يسوي بدا في الصومالي كنت بوبان يبدا شرح يو قرآن بوتهليس هذا ده في تاميل كلام يسوي هذا ده أفكار كلام يسوي فرنسيس إنجليزي جرمان واحد قوة هذا الشبه وهذه ليسا يسوكو اللغو فصيري أما اللغو الشرحيو اللغو هدليا ولبا خرشناكو محلنا واتشاسا كليك لأن هذا انترنت كاشو باقلتا تطابطو هي كاحكتا هداد سلالة الدنباكا قحرا قفنا مبرن كريوهايين صحابة واحا عهدادو داي مركي النبي عليه الصلاة والسلام تبني يا يدوت كم مغلان إيش كتير كشري طبعا كامرك يشوف مان يقول نقمان يهرك ليان بين النبي يقصو نقشرين عليه الصلاة والسلام سيد طبعا كلا وقعتان طبعا كي هرب مركي سوين إيه طبعا كلا رهدي كشري ما أنت
هذا مالنتي شن آيادات فسر كذا براتي شن آيادات كأقادن ما يسوا 5 minutes 10 minutes وبدنا كأقادن ما يسوا فسر كجودة ظاهر كائنات فهمته 10 minutes سداد دقيسته مالك استشن آيادات دقيسته وقت يربى كورا ما ينس هذا بيج بركي دقيسته وأنا لها شن آيادات أما تدوا آيادات لا سون غنيه تي مصحف كان ملك خالد والح بغلي يافر بيج هين غنا سينا كن يلا بغلو مال ما تقول مايس تفسير كيلو كن يلا بغلو مال بضاع محي وا 3 years مالها أما 3 years أنا هاف يعني قف كربا كاس وقف كان سيريس كهين عشان شنا عيدود يمال هاي سجل يسنى مالتي قف كسيريس كين أي إن كير بكو دمايني وهي إن كير بابا روح في ديابا يا بيجيب إذا هذين القرآن كربنا إن كل قرن وحقه الرسائل نفهمنا وإن إن كهجرون نفهم كيس آخر كيس وإن إن كهجرون وفهم كيس وإن إن كهجرون وكل قرن كيس وإن إن كهجرون وحكم كيس وإن إن كهجرون إن نلاشكم مع الله ما أنت وحلاقي يا بينات الأذان إن أرمى سياسة إن شاء الله تعالى خبرها الله صار ليه بروفيسور بالسويه ليه طبعا بروفيسور الصومالي بالسويه ليه وحلي لي مثلا ذاك ورم طبعا كبروفيسور كي أبو ريك ورر دوك ورم أي مثلا ذا يعني هنا كلفظ ضاد توحي الرب كورم أي وحب بشر كورم أنا كل وينات خبرة بين آدم كو وأنا استحنت وأنا خلدمتها خبرة بين آدم كو أبسلوت فاليو معها ووح لا سمعي لا أصيب ولا ويدين كارك هي ميدك قرب بدح ميدك فوق ميدك دو ما لهم بقول اكتشافيا وحبا سنة كده بهردان ليبر بعض دورتان سنة كده بهردان ككلا دورتان سنة كده بهردان كل ما مدباتي كابي سنة سنة ويا من نبوي ينفع وهاي ما لهم والله ما مدبا الله أركا بولسي سي وحسي أنا فاين حلو كشيء ده خبرة بنادم هو نوعا بنادم هو كلهم كفي يعني سي ولا مبوه هذا الدمية marku abar wada baa ceebtu muuqatan ka saray dhaqay in gidaay mid baa ceebtan daboolo dhanka ku fiicnaa isna meel kale u dumiya abar marka la wada baa la arkaa isna ceebtiisa ma ka saray dhaqay in gidaay nolosha binaadam ku dhamo sida tajaaribta binaadam qofba meel ku fiicnaa daa meel la wuxumeeyaa meesha wuxumeeyaa marka biir biir tan dadka ceebtu u muuqata waa ridaa hadu ma leeyna sa rabbus samawaat adu ku hago fasurta gal hagista sidoo fahamtay inay qaldanto fasurta gal وداد وح قلدي يقف وح قلدي والله أركي ما هينو كتاب وقلدي وهذا قصاد وحفها بتاد وحقلب حضيبا أنا هين قام كي صحا هين لكن أصلا هداد أقبشه إنه رب السماوات كو هاقو وظهر مصميس إلى هين وحو إنه باري والمركة إسكي هرتاك تان وحي قبر إذا انطاها النقطة با إلى هين يدي سوقف كستامت كدو مركة يكتو كنو حكو هذا إنه إلهي ويدي سنوا معه أنت إنه أمانة أمانة، وأنا أنا إله هذا كعابدينا، وهذا نكالم كويدي سرينا، إنه قرجال، إنه حنا إله واحد نو قرت هذا، كت كتوصلنا هنو نتوصي، كت كي النبي دي صالحين تمرين نتوصي، كت كي يهودي النصارى مرتين إله نجوع، فتح هذا وين تعا، معنى هيد، كورن إن أنت هل كنت هذي عين قاله، بركو دبت دو بحر على كتاب على دنتي مرجع، يو والله. قف وح إلهي كبر يبركو هلنا الديدة يا كون يوم مير قام سوى لي محاسئة هذا أنت إلهي شرتك تو مساء إلهي مرك اللي هرتك أي وحنا نشيلي نين نجرم إلى أنت إلهي سكرتها جني أو أمانني أو شاعرني إني نسبون عابدو إنه إن نعتك لفود دبل كون دقين وهالك يشرك على جوس الرئيسي كبا هالك أتقوه يسكو حقضي سلام دعائك هالك عقل الله دجابين ولا حد يجنا إن قال إله عقل جن يقل بجنب هذا نكوه جامن هذا أبورتي دفتر واحد هذا إله هنوني ويقول هنوني كت كتوصل إله وقول هنوني كت كي النبي يدو مرن صراط الذين أنعمت عليه كوا ضمن معيسي كت كودي إله يمرن إله هاي مرن غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوا أضلوا مسي هي نصارىها يهود كت كودنا إله هاي مرن مركات بحضنات هذا، it's okay ربعي وخاطر، it's okay محل الصميم،
وهذا ما حد كده عينيسي أحبا قلدان مركا there's something wrong عما إنك قلدان موحين كهد لإن إنا فهمين وكتابكم وحقو قرآن بإنا فهمين ما إيمانك إنا بإنا فهمين ما لا إله إلا الله محمد رسول الله it's a contract هذا إله إلا قليس وأبالله هذا إله إله وهذا إنا وحقو رمي إله ينكلي قالوا وعابده نبي محمد إرقي قد صدرت إنو يهيا دوك يا رسول كاقي بانو رمي يعني الطريقة قاعدة عن أمرا يعني يسقي يهيا بانو رمي أدان كن راعيا وضضان صومرا يانا واتهو نبي محمد كاري عليه الصلاة والسلام وانت توحيد قد شيئا نسا قاقي هالحبة إلهي منافق يقال بوح وكو عاي واللو قو عيبي قرآن خانا يوفير سنة أفلم يدبروا القول با إلهي أفلا يتدبرون القرآن وعبت وزي مركبة إلهي الشيء قرآن كان يؤفر سنة قرآن كان يفهم وحي مشرق يا منافق اللغو شيء هذا مؤمن كاللغو أركام مركبة حين غرس إلهينا من إليه التدبر باو بهتين قرآن ما تلقى لنا نور بضان شيء ولكن ما حقوق تلقى لنا إنا ندب وقلنا قلنا قرآن كينا ينفر بيسنين قرآن كو أركان الإيمان كمدي أركان الإيمان كسؤال لحماهين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكتبه بين الرمي سنين كتب تقارن إجمالي الضطوب بين الرمينين إن إلهي كسود تشير نبي ذي هورا والله نسخي كتابنا وحي نور رمينين كينا قال لي نور ديوي لي نور كنا قمينو يهي وقرانا مركا وحي نور باهن ناهي إلهي وحي نور قرانك وفضي ديه عندي فهم يسوي فدودي نجيستا كل نقمة حلا ينطل ما علمي إنه كتشنو إلهي علمي يسيره كسود شيء حلا ينطل ما إن دنت لجلية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وحلا ينكسود شيء آخرنا هنا جنة كشان النار كبد بدان أدون كرين نلاش الله يدين فضيديه ما إلهي يريد بكم اليسر إلهي نلاش فضيد بيدن للدنيا إنه يدين فضيديه كورك واحد كسر كوبية حدث كأن الله نلا إله كتاب كيسار عثمان السين أنا أراك مدد كأن وين اللي سود شيء إنه مد وقوع ما أنا إنه عهورت إنه ضبوطنا لكن قرآن قرآن مدد كواوين اللي سود شيء عهورت ولا يري وحين هو برينا وحويا مرك وين هذا مستقبل كذا طبعا إن شاء الله ها فع أدقي ويناي عقل قال هاي التلين هي هدوك أنفعي واي كيرا ضمن صدو أنفعي دونا مرحبا حين أوبا هنا أيها الحبة ولبا تردول أيضا دقاني يهدي دين تون اللوه داقين أيها تشوكتا قفر دول كانوا قالوا تشوكا وحبا هين في تشكني دي سوسي بلط ويسلال انتي سوسي بلط وددالك سوسي بطو وعبادة دي سوسي بطو وايو نجاسة كوكو بعضها هذا يرتين الدي بي يربى لغو مايلا لكن ما يشعر ما هدي نجاسة سنتي تواحد بعهن تينا ده قصبات لنا نا دبض أو قبض تسيو نرفعته ما شئنا نشوف من مركز دبض أو بحضه هي مركز مال خستم مرة سبعة وهو ده دم بي معصي هي بلي باس هي تقاون هي إنكار ما شوفته تواحد صو إنكار مركز صو قاضه واحد بعهن ده قصبات لنا نا تشوفته أتليست واحد صو نوحينا ذي فين لها إن الحبيني ما لم بلده بتهجنانه وعبادته إن يذكره إن يعبده إن إلهي بريديس يكحجنانتيس يكتابيس برشانيس يكلقاكيس إن نبضنه إلهي نوح قمري سبحانه وتعالى إن كتابيس إن فهمسيه كوي برتع كل نقمة إن ينقيله صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.